Hey everybody, how are you doing? Hope all is well. Sorry guys, I knocked the camera. بس حبيت أتأكد. Okay, so كيفكم أصدقائي؟ بتمنى تكونوا بخير. أنا اليوم راح أعمل قراءة لبرج السرطان. Okay, لشهر ديسمبر. أنا I just did Capricorn. راح تشوفوا بكرة. والآن بعمل برج السرطان. Okay. طبعا راح ابتدي بكل الابراج اللي ما عملت لها قراءه كامله في نوفمبر. That's why. So yeah. برج السرطان شهر ديسمبر راح يكون التركيز focus on your sixth, seventh and first house. بيتك السادس والسابع وبيتك الاول. اوكي يعني بيت السادس هو بيت الديلي روتين your work you know and your health اي شيء يتعلق بالامور الصحيه هذا بيت السادس بيت السابع راح بيكون طبعا بيت العلاقات علاقات ال, you know contractual agreement علاقات الزوجيه وعلاقات فيها commitment يعني او علاقات البزنس partnership و برضو بيت الأعداء الأنميز أوكي وبيتك الأول it's your house أوكي your self worth and self growth and you know self value أوكي والتقدم من الناحية ناحيتك أنت أوكي so أول شيء أنا بحب أركز على أشياء معينة مش رح أطول كتير بالنسبة للأسترولوجي بحب أذكرك إن نبتون gonna be direct on the 6th of December رح ي moving direct okay هذا بيتك في بيتك التاسع اللي هو Pisces okay نبتون لما بيكون retrograde بيسبب لنا حالة من الشعور باللخبطة ما في تركيز نشعر أحيانا بأن عنا أو متوهمين إن في خيال you know في أشياء غير واضحة نبتون لما يكون متراجع بيسبب illusion delusion and confusion بس now it's going forward in your ninth house فأنا أنا بصراحة حاسة بالنسبة لبرج السرطان وأنا cancer okay إن راح يكون في spiritual growth and advancement بالنسبة لك برج السرطان okay راح يكون في lots of clarification راح يكون في أكثر connection مع your inner self inner and higher self okay and yeah connection with the, you know with the source with your guiding angels yeah it's very beautiful for cancer لأن برضو Saturn in the ninth house is already يعني forward okay فساتن بيخليك أكثر في اتصال مع في الناحية الروحانية في التزام أكثر من الناحية الروحانية أوكي ولو أنت إنسان يعني متعلق بال you know بال if you are a religious person رح يكون في برضو more يعني growth بالنسبة لل religious matters ف generally speaking أنا شايفة إن في راح يكون connection واتصال مع الخالق أكثر with your higher self you know your intuition gonna be on cloud nine very potent أحلامك راح تكون يعني pretty much اللي بتشوفه بيحصل okay and please guys leave a comment let me know أنا شايفة هذا يعني أنا شايفة هذا الشيء بالنسبة لي as a cancer okay so أنا متأكدة 100% إن أبراج السرطان رح يشعروا بال their intuition is like very potent okay yeah excuse me what else هذا بالنسبة لي نبتون طبعا راح تتخلى على كل الشكوك في احيانا بيحصل انه بنشعر بشيء بس بنشك في ان هذا الشيء ربما يحصل ربما ما يحصل بس نو مع تقدم نبتون في بيتك التاسع اشياء راح تحصل قدام عينك يعني انت لدرجه انك انت لما تشوفها بتقول انا I've seen this before where in my dreams
اوكي او اني اي فيلت اني انا حسيت بان هذا الشيء راح يحصل. احساسك راح يكون ما في شيء شك، اوكي الاشياء راح تحصل قدام عينك، اوكي especially in the titans the giants both Jupiter and Saturn الاثنين. Jupiter راح يكون go direct in your 11th house at the end of December on the 30th or 31st. But Saturn already you know direct. But these are two giants planets, okay? Two titans. راح يكون في support كتير لإلك. Jupiter and Saturn راح يعملوا trine and sextile with your with the moon in your sun, okay? So Cancer this month, شهر ديسمبر راح يكون جميل جميل. Very very beautiful for you Cancer. يعني ايش بقولكم، يعني انا عارفة you know hopefully this is your good deeds Cancer, okay؟ اعمالك الطيبة واعمالك الحسنة you know you're gonna be rewarded for all of this finally. يعني I don't know انا من نفسي يعني من بداية السنة من شيء ورا شيء you know من like I don't know it's, I've been tested a lot on all levels, okay صدمات وانا عارفة كل ابراج الكانسر يعني بقالهم في كتير من ابراج السرطان بقالهم سنين طويلة هم بيعانوا يعني you know امتحانات قاسية و you know اختبارات from the universe from God. So اخيرا برج السرطان you're gonna be rewarded, I promise you that, okay. فأنا شايفة في تقدم كتير once again لأن Jupiter the abundance the expansion planet it's gonna go direct, okay. ورح حتى قبل ما يعمل إن هو goes direct رح يعمل trine مع the full moon, okay. ورح يعمل trines also مع Mercury, okay. So أنا شايفة في اتصالات في اتصالات يعني رائعة جميلة في حدود جديدة بالنسبة لك في شهر ديسمبر. برضو النيو مون ان ساجيتاريوس this is your sixth house once again your work your daily work daily routine your schedule your relation مع الكووركرز and colleagues. So انا شايفه ان في راح تكون في فرص جديده بالنسبه لك فرص عمل ربما يكون في ترقيات راح يكون في مساعدات على الصعيد المهني. Okay, مع ان ميركوري gonna go retrograde in your seventh house in Capricorn. You know, هو Mercury already in pre-shadow period now for retrograde in Sagittarius, but it's gonna go retrograde on the 13th, station retrograde يعني you know on the 13th in your 7th house. أنا شايفة إن في علاقات قديمة راح تظهر في الصورة, okay. I'm telling you Cancer, okay. علاقات قديمة they're gonna beg you for your attention, okay. راح يتوسلوا لي انك انت تعطيه يعني you know what I mean okay. كتير علاقات قديمة راح تظهر لك في الصورة من جديد. اشخاص تعرفهم من زمان okay access راح يظهروا في الصورة حابين يكونوا على اتصال معك حابين ان هم يشوفوك. Yeah so be prepared Cancer. لأن once again أنا زي ما قلت ميركوري راح يعمل تراين فربما من هذه العلاقات القديمة اللي راح تظهر من جديد في الصورة during Mercury retrograde راح يكون في منهم علاقة راح تكون جادة, okay. و it's gonna go forward, okay. لأن في full moon in your sign, okay. Yeah it's very positive for you Cancer. يعني طبعا في شوية من ال ربما يكون عندك مشكلة صحية very minor it's not gonna be you know something major. ما تنسوا ان احنا يعني it's the winter solstice now in the northern hemisphere وراح طبعا flu season فأنا شايفة ربما تكون في مشكلة صحية بس مش راح تكون something major, okay. طبعا هذا راح تكون فترة البري شادو in Sagittarius it's your sixth house برضو بيت الصحة, okay. It's not something major. Once again, راح تكون حاجة بسيطة. ربما تكون you know flu or sore throat or something like that. يعني coughing. Yeah.
once again Jupiter راح يكون direct near 11th house, بيت الأماني وال you know والأحلامك, أحلامك اللي من زمان بتحلم بيها وحابب تتحققها, وبيت الأصدقاء وال you know networking و partying with friends. راح يكون في support غير عادي لك برج السرطان, سواء من الأصدقاء, سواء من العمل, سواء على السوشيال ميديا. الأشياء اللي صار فيها تأخير now is gonna go forward مع تقدم جوبيتر في هذا السكتر, في هذا الديبارتمنت. اوكي, فينوس ويل موف فروم ليبرا. فينوس الليبرا راح يكون في سكوير مع بلوتو ان يور 7th هاوس. ربما في راح يكون اتس فيري لايك اتس فيري شورت اسبيكت, يعني هو وان داي ان خلاص. اوكي, فتره اليوم هذا اللي مش متذكره اليوم بالضبط, sorry, on the 4th of December. No, no, before the 4th of December, Venus in Libra راح تعمل square مع Pluto. Before that, I believe on the 3rd, okay? أنا Venus طبعا طاقة feminine energy. ربما أنت, أو if you're, you know, sorry guys, I just got a text message. yeah, so ربما انت او ربما في طاقة انثوية راح تعمل لك شوية عرقلة او you know challenge in the 7th house. You know, because Pluto is in the 7th house. بس once again هي حاجة بسيطة وراح تنتهي, مش راح تاخد فترة طويلة. لأن excuse me, لأن في ناس أساسا is gonna move into your 5th house. Venus, it doesn't function that the best in your 5th house in Scorpio, but still, يعني it's gonna be very positive for you, لأن راح تعمل trine مع Saturn in your sign. راح تعمل trine. Scorpio is a water sign, is a fellow sister earth sign, you know, or water sign. Did I say earth? I'm so sorry. It's a water sign, okay? It's your sister basically. So أي شيء يكون in a water sign and a fellow sister water sign راح يكون عامل good aspect مع معك, okay? So yeah, so راح يكون في راح تدخل في علاقة غرامية. أنا that's what I'm seeing. راح يكون it's gonna be very passionate. Okay, very beautiful. راح يكون في dating, راح يكون في going out and about. ممكن you know going out together for a dinner or go to the bar or nightclub or something like that. It's gonna be يعني علاقة حامية, very steamy. جميلة جدا. Okay, لو ما دخلت في علاقة غرامية راح يكون في bonding with your children. Okay, يعني مع أبنائك في شهر ديسمبر, which is good. Christmas is around the corner, right? On the 27th, راح يكون في full moon in your sign. وزي ما قلت أنا before, Cancer, by the way, لازم تشوف قراءة Capricorn, لأن that's your 7th house, okay? وأنا بس on a side note, بحب أقولكم إن معظم علاقات الـ Twin Flame تكون بين your house and your 7th house. Majority, يعني مش all the time, بس معظم الأحيان تكون بين بيتك الأول وبيتك السابع, أو إنه يكون positive aspect مع شيء يتعلق ببيتك السابع أو الحاكم لبيتك السابع like Saturn. فلما يكون في trine وsextile, you know, مع الحاكم لبيتك السابع in this case Capricorn, okay, أنا شايفة علاقة جادة. أوكي, so anyways لازم تشوف قراءة برج الكابريكورن. أوكي, وكابريكورن برضو لازم يشوف قراءة برج السرطان. So yeah, so going back on the 26th, actually on the 26th راح يكون في full moon in your first house. Okay, this full moon راح يكون supportive مع Saturn و Jupiter, لأنه once again راح يعمل trine مع Saturn و sextile مع Jupiter. It's very supportive for you,
كانسر. اوكي انا شايفه ان انك انت راح تحس، مش انت راح تحس، ان راح يكون في فروشن، راح تشوف ثمار عملك. اوكي ان حتى your goals، اهدافك وامنياتك راح تشوفها، you know، صار في نمو و you know ثمار صبرك واجتهادك. اوكي يا انا شايفه انه راح في اشياء كثيره راح تتحقق لك، وابواب جديده راح تفتح لك في شهر ديسمبر والشهر اللي بعده، لان برضه راح يكون في نيمون كابريكورن. So yeah, this is very fruitful for you, Cancer. Okay. أنا قلت إن Jupiter going station gonna be direct in your 11th house. راح يكون في دعم من الأصدقاء، وطبعاً هذا راح Jupiter going direct راح يعمل trine مع your 7th house Capricorn. فأنا شايفة إما إنك أنت راح تدخل في علاقة راح تكون very supportive، وراح تتعرف عن طريق هذه العلاقة لأصدقاء جدد، أو إن عن طريق أصدقائك راح تتعرف راح تدخل في علاقة جادة. Okay, it's gonna manifest either way. Okay. What else? Yeah, تكلمت على ربما يكون في مشكلة صحية بسيطة خلال ال retrograde Mercury retrograde in Sagittarius. Yeah, that's about it. That's about it. Yeah, وقلنا الشمس في بيتك في بيتك السابع، بيت اللي هو كابريكورن، راح تعمل تراين مع جوبيتر. فهذا راح يكون في ربما في علاقة عن طريق الأصدقاء، أو إن العلاقة اللي راح تدخل فيها راح تخليك تتعرف على أصدقاء جدد، راح يكون في دعم كبير لك، وراح يكون في اعتراف بجهودك وب you know إنجازاتك. Yeah, that's basically about it. بالنسبة للحياة، بالنسبة للأسترولوجي، برج السرطان، be optimistic. Okay, شهر ديسمبر أنا شايفة في أبواب جديدة زي ما قلت، في abundance، في growth، في advancement on spiritual level, on all level basically. Okay, حتى على الكارير level. Okay, so Cancer, I'm gonna pause for a minute to flip the camera وأعمل tarot reading. Hi Cancer. Okay, so خلينا نعمل tarot reading. طبعا أنا I'm recording this on the 25th of November. Hopefully you're gonna see it. You're gonna see the video tomorrow on the 26th. راح تشوفوا يوم 26 نوفمبر قبل الفول مون in Gemini. Oh my goodness, guys! You can't believe it. This full moon in Gemini and Mars and Saturn square is very intense. To be perfectly honest, على إنه حتى مع إنه ما أثر في أنا شخصيا as a Cancer، بس أشخاص يعني أنا لي علاقة بهم و yeah. So anyways, it was very tense. So yeah. Okay, so Spirit, what do you have for Cancer in the month of December? Spirit, Cancer, month of December. Sorry guys, أنا بس حابة أعمل clear the energy. It's very important and yeah, I have to clear the energy. I'm using vice versa tarot cards. Hi priestess, this is your energy. Wow, أنا تكلمت على spirituality and you got high priestess Cancer. Your spirituality gonna be on point, 100%. This is your energy, what's crossing you. What's crowning you, you got judgment. And your thoughts. This is the past. Oh my God, this is the future.
واو outcomes queen of cups كانسر برج السرطان في شيء في شيء جذري راح يتغير في حياتك وإحساسك في محله This is your energy في شيء راح ينتهي من حياتك حياتك راح تتغير حياتك راح تتغير برج السرطان واو so many major arcana cancer so many major arcana يعني أنا I'm stumbling like at this pretty much like look 1 2 3 4 five cards بس in this spread major arcana out of 10 cards وإجاتك judgment and death I don't know برج السرطان Okay, برج السرطان أنا I'm a cancer, okay? I'm a cancer sun sign, okay? I'm a cancer sun. اوكي برج السرطان انا I'm very sorry اوكي انا اسفة جدا بس انا راح اقول لك يعني زي ما شفتوا انتوا بتشوفوني على الكاميرا انا I'm like stumbling I don't know even what to say وانا برج السرطان اوكي بعض من برج السرطان and this is very specific يعني أنا شايفة تغيير جذري في حياتك وإنت أو إنتي حاسين بهذا الشيء من فترة أوكي؟ إحساسك راح يكون في محله حتى إنك إنت في فترة قعدت منعزل عشان you know, تعمل اتصال مع your higher self ومع the divine أوكي؟ عملت كل اللي يعني أنا شايفة إن روحانياتك و you know, صلواتك ودعواتك راح تستجاب اوكي وان راح تكون يعني في growth بالنسبه لل on the spiritual level اوكي و your intuition gonna be on point بس انا برضو شايفه في نهايه
جذرية في حياتك. أوكي؟ بعض منكم راح يكون في من كان يعني my goodness. لو في منكم أحد يعني طبعا في علاقة زوجية راح تنتهي هذه العلاقة. أوكي؟ وبعض منكم and I'm so sorry to say it راح يكون في موت. أوكي؟ yeah. راح يكون في موت، راح يجيك خبر موت. I'm so sorry برج السرطان. أوكي؟ بس that's what I'm seeing here. يعني لما تيجي judgment and death. بس بعض منكم راح يكون like تجي كأنه once again تغيير جذري، تغيير transformation. أوكي؟ في حياته من شخص لشخص آخر. أوكي؟ عادة سيئة جدا تخليت عنها أو علاقة سيئة جدا تخليت عنها، يعني راح يكون تغيير يعني من متزوج إلى أعزب ومن أعزب إلى متزوج 100%. I see that. علاقة في الحياة الاجتماعية، أقصد يعني تغيير في الحياة الاجتماعية. أوكي؟ أو في الحالة الاجتماعية، أيا كان حالتك الاجتماعية في الوقت الحاضر راح تتغير. أوكي؟ شايفة منكم راح يكون في تغيير في برضو في مكان سكنه. أوكي؟ مكان إقامته أو البلد اللي هو عايش فيها. لو كانت علاقة هذه انتهت في حياتك you're moving forward. أوكي؟ أنا حتى شايفة look hangman إجت upside down. أوكي؟ يعني أنت برضو راح تطلع من حالة الحيرة وال you know والعزلة hermit and hanged man and both are look هذا انعزال عشان تكون في look guys يعني أنا I don't know how to explain it. شوف high priestess hermit and hanged man الثلاثة هذو أشخاص روحانيين لأبعد حد. Very intuitive. In connection. Very like in connection with higher source. With the divine. Okay. Psychic. لما الهانج مان بيجي في وضعه الطبيعي. بيكون كأنه هيرمت. يعني بياخد وضع الابسايد داون لايك ذس. اوكي؟ وبيقعد في فترة ان هو ينظر للامور بطريقة you know different perspective، بينظر للامور بشكل اخر او بمنظار اخر. اوكي؟ عشان يوصل لي الحقيقة او الانارة او you know. بس the hangman came like this، يعني هو طلع من حالة الانعزال ومن حالة أنه هو ينظر للأمور بشكل آخر وبينظر للأمور بوضوح أكثر الآن. أوكي؟ والهيرمت the hermit الكاهن هذا look بينظر لللانترن in his hand يعني وصل للحقيقة برضو ال high priestess. أوكي؟ مع أنها very secretive يعني هي شايفة أشياء أي شخص ثاني مش راح يقدر يشوفها. أوكي؟ لأنها she's هاي بريستس هذه شيز الكاهنة يعني جاك الكاهن والكاهنة والهانجما very 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 psychic very psychic. وأنا قلت طبعا نبتون is gonna be direct in your ninth house ف your intuition gonna be on cloud nine. فأنا شايفة إن في نهاية جذرية وتغيير جذري في حياة البعض وفي البعض راح يكون في موت. أوكي؟ راح يكون الموضوع مؤلم بس انت راح تنتقل من هذا الشيء، راح تتركه وراك الأحزان والألام. اوكي؟ راح يكون في lots of healing. This is your sign cancer برج السرطان. اوكي؟
Queen of Cups. يعني أنا I don't know how else I can explain it. Hermit, High Priestess, Hanged Man and Queen of Cups. يعني very very intuitive, very strong. بس بتمنى إنه Seven of Cups in your feelings. يعني أنت بقالك فترة طويلة you're manifesting this. الشيء هذا التغيير الجذري اللي راح يحصل في حياتك. بقالك فترة طويلة وأنت تزرع بتزرع بتزرع. وحان الوقت الحصاد. Okay, you're looking at your pentacles. أنت أنا راح يجي وقتي عشان أحصد ثمار جهودي أو جهدي وتعبي وشقاي. Okay. أنا شايفة إن it's happening now for you, Cancer. It's happening now. You got 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, and Queen of Swords and King of Swords. These are like twin flame and two of cups. This is a twin flame relationship. Okay, لما بتجيني the yin and the yang from the same suit من نفس ال element, swords element, okay. ال queen and the king swords okay من نفس ال element هذو الشخصين هذو very intelligent very intellectual يعني بالإضافة لأنك أنت the hermit and the high priestess برضو هذا masculine and feminine energy of spirituality you're gonna meet with your twin flame okay and you got two of cups هذا اتصال روحاني عاطفي جسدي اوكي وشوف this star انا مش عارفة ايش بيقولوا لها this star it's lighting up the night for you يعني كأنها بتنور علاقتكم اوكي انت بقالك فترة او انت بقالك فترة طويلة بتنتظري هذا الشيء you've been like for too long manifesting this with the seven of pentacles okay وبعدين nine and ten of pentacles بعض منكم راح يكون في ترقية في مجال العمل okay وبعض منكم راح يكون في لو في منكم أنا زي ما قلت اللي كان متزوج راح يكون أعزب الآن واللي كان أعزب راح يكون متزوج الآن أوكي هذا التغيير الجذري راح يحصل في حياتك أوكي you got the judgment this is a change major change و death major transformation أوكي فا yeah وبعض منكم اللي راح يطلع من الحياة الزوجية أو راح يكون في أملاك أو تقسيم في الثروة أو يا أنا شايفة إن في إرث جاي لبعض منكم أوكي بس هذا برضو بيقول لي إن بعض منكم راح ينتقل راح يدخل في علاقة زوجية أو علاقة يا علاقة فيها commitment علاقة طويلة الأمد علاقة راح تبنوا فيها مع بعض بيت مع بعض تبنوا legacy مع بعض okay يعني from nine of pentacles to ten of pentacles this is a family okay راح يكون في you know you're gonna be loyal to one another راح يكون في إخلاص ووفاء لبعض commitment okay From nine of pentacles to ten of pentacles. This is بيت عائلة, okay? يعني من عزوبية أو single to marriage. Okay? So بعض منكم راح يكون التغيير في هذا المجال. بعض منكم راح يكون في ترقية وحصول على منصب عالي في العمل. You know, Cancer? إجاتك seven of pentacles at the bottom of the deck you have eight of pentacles see okay بعدين إجاتك
شيء برضو تنف وأسورتس هذا شيء رح ينتهي من حياتك. Excuse me. وبعدين إجاك 9 of pentacles and 10 of pentacles. يعني pretty much all pentacles. كل البنتكلز الرائعة جاتك. بس في مجموعة بسيطة منكم راح يكون في راح يكون في يعني I'm so sorry to say it again راح يكون في موت. You got a queen of pentacles, another pentacle card, but this is a court card. ربما بعض منكم راح يدخل في علاقة مع with this queen of pentacles. ربما هذه المرأة اللي راح تعطيك الترقية. ربما هذه your energy. لو انك انت it doesn't matter masculine or feminine. You're gonna be a queen of pentacles. Okay. هذه الترقية اللي راح تجيك في العمل. منصب عمل. Okay. Death. Guys, I can't make it up. Okay. I can't make it up. Death again. Okay. Death again. تغيير جذري في حياتك برج السرطان. تغيير جذري. Oh my God. The Hierophant. Eight of Pentacles again. See? Eight of Pentacles again. My goodness, guys. الكاردز بتتكرر عندك برج السرطان. Okay, the cards are repetitive for you like multiple times. You got the Hierophant. This is another major arcana. Okay, eight of cups again. Eight of cups again. مرة تانية. و ten of cups. يعني how many tens? وانا earlier شفت ten of swords. عندك ten of pentacles and ten of cups. You got the Hierophant. Okay. You got death twice. في شيء راح ينتهي في حياتك برج السرطان. اوكي. شيء مؤلم. شيء. شيء اخذ كثير من طاقتك. Oh my God. Wow. And you got eight of pentacles twice as well. Okay. يعني إما أنك أنت يعني في شيء راح ينتهي في حياتك. 100%. Okay. Once again, you got the Hierophant. This is هذا card. Okay, الهيئات العليا المؤسسة العليا لو كان في طلاق ربما تكون محكمة ربما يكون you know علاقة زواج فيها commitment. Okay, راح تدخل فيها لأنك you got ten of pentacles and ten of cups علاقة زوجية you know أو ربما ترقية في وتتحصل على عمل في مؤسسة أو شركة كبيرة. Okay, and you got the Empress and Strength. Once again, two major arcana. Okay, this is your tactic, the Empress, and you got Queen of Cups. You got the High Priestess, Anna Shaifa, and Queen of Pentacles, and Strength. يا yeah, انا شايفه يعني حصول على منصب اوكي شهره شايفه انه these are very beautiful cards guys very beautiful cards اوكي queen of pentacles strength empress queen of cups هذا أنا بشوفه شهرة أوكي هاي بريستس برضو بشوفه ترقية في العمل
بشوفه برضو من حالة you know Empress is the mother. اوكي شايفة لبعض منكم راح تكون في ترقية في العمل، وشايفة لبعض منكم راح يكون في حمل. اوكي لو انتي مثلا كنتي من فترة طويلة بتحاولي انك you know تحملي، انا شايفة في حمل. اوكي وبعض منكم برضو راح تدخل في علاقة جادة زي ما قلت. واو علاقة غرامية، أنا شايفة علاقة فيها commitment، علاقة لأن you got the hierophant as well. أوكي وفي كتير indication here على twin flame relationship، يعني اجتك queen and king of swords. See this is اثنين شخصين مروا في حياتهم بألام بأحزان ب very difficult experience. Okay, very difficult experience. بس طلعوا منها بأن عندهم حكمة ومقدرة عالية جدا وذكاء عالي. هو very analytical people, very intellectual, very intelligent people. Okay, حكمة وذكاء وknowledge. Okay, this is a twin flame relationship لأنه من نفس السوت. Okay. وبرده الشيء الثاني اللي بيدل على ان في relationship twin flame you got the hermit and the high priestess. Okay very intuitive two a couple very intuitive very psychic and the hierophant. هذه علاقة فيها commitment. Okay هذه علاقة فيها اتصال روحاني عميق جدا قوي جدا. اوكي علاقة فيها اتصال عاطفي عقلاني روحاني يعني بشكل كبير. I can't believe it guys. Very beautiful reading. بس برضو you got انتقال from 9 of pentacles to 10 of pentacles and you got also 10 of cups. يعني أنا مش عارفة إيش أقول لبرج السرطان. You know؟ وإجاك برضو 7 of pentacles and 8 of pentacles twice. يعني I don't know what to say برج السرطان. في تغيير جذري في حياتك. Death إجت مرتين. Death مرتين. تغيير جذري and judgment. يعني this judgment after يعني أنتوا الآن look couple with a child. انتوا الان في الحياة اللي هي the hereafter. اوكي يعني مش the judgment day، هذا بعد ما تم احياءكم resurrected by the angel. اوكي انتوا already resurrected here. This is the call لإحياكم، the wake up call. بس here after that انتوا الآن متجهين او يعني you know مش حتى متجهين، انتوا الآن تحملوا اعمالكم بإيديكم. اوكي انتوا الآن في وقت انه انتوا تلقيتوا الحساب. Wow, very strong reading. Very, very like, I don't know, cancer. مش عارفة برج السرطان إيش اللي رح يحصل يعني. Wow. Okay, so this is two of swords. إجاتك قبل هيك two of swords. The message here بتقولك being unable or unwilling to make a decision. يعني حيرة. Okay, غير قادر عنك أنت. She's look at her face.
and her eyes are covered by her crown like a jewelry, يعني كأنها مش شايفة الحقيقة أو تصل إلى قرار. Follow your own heart rather than trying to make others happy. يعني تبعي you know حاستك وقلبك، مش إنك أنت بس تحاولي إنك أنت ترضي الآخرين. Okay. Pretending there is no problem, overanalyzing a situation. كأنك أنت شايفة الحقيقة بس عاملة نفسك بتحاولي ترضي الجميع. أوكي، وعاملة نفسك إنك أنت مش شايفاها لأنك بتحاولي ترضي الجميع. بس الـ advice here you have to follow your intuition, you have to follow your heart. مش إنك أنت بس عشان ترضي الجميع بتعملي نفسك إنك أنت مش شايفة الحقيقة. The hermit again, guys. Unbelievable. Unbelievable. The hermit again. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self-discovery. يعني انت قضيت وقت كبير جدا you know في الاتصال ب the divine and the divine source and connect with your higher self you know سواء من خلال الصلوات او ال, you know المديتيشن. فانت الان لازم انك انت share your knowledge and your experience and your you know your intuition with others. Shine your light as an example to others. Your wisdom, your experience, your knowledge. You know, لازم تشارك مع الجميع وتحاول انك انت تثقف الاخرين باللي انت وصلت له، بالانارة اللي انت وصلت لها. Seek out or become a spiritual mentor. Guys, Neptune going direct in your ninth house. Okay, وانا زي ما قلت في الاسترولوجي this is very يعني فترة قوية جدا بالنسبة لبرج السرطان انه هو advance in spirituality. Okay. Ten of Wands, working too hard or too many hours, the need for balance in life. Let others help you. Health problem due to stress. ربما في بعض منكم راح يمرض برج السرطان. Okay. من راح يكون في very راح تدخل في very stressful situation. I'm so sorry, برج السرطان. طبعا هذه برضو الخبرة والمعرفة، لكن أنا شايفة أن في بعضكم بيعاني من ضغط نفسي كبير جدا. You got a Queen of Pentacles again and Ten of Pentacles. And Ace of Wands. Okay. So في شيء جديد راح يبتدي في حياتك. You got Ace of Wands. Okay. في شيء جديد جميل جدا راح يبتدي في حياتك. Okay. ربما عمل جديد، ربما علاقة، زي ما قلت أنا شايفة أن في علاقة جديدة 100%، بس مش هي علاقة جديدة، أنا شايفة أن هي علاقة like a twin flame relationship. An amazing opportunity, be bold, courageous and optimistic. Now is the time to take action. Do what you are passionate about. علاقة في إما علاقة غرامية جديدة. Look, it's like something like you're planting something new, idea or عمل جديد or you know فكرة جديدة أو اختراع أو you know planting seeds and it's growing. Look, it's growing. It's very fruitful. Okay. Look, شجرة وزهور و you know this is something new. ربما تكون علاقة غرامية، ربما تكون you know what's mean planting, right؟ يعني علاقة غرامية very passionate، أو إن هي تكون عمل جديد راح
يكون في ترقية. اوكي لانك you got queen of pentacles as well. This is something new starting. Very, you're going to be very passionate about. You're going to be very happy with Cancer. Okay? And you got Queen of Pentacles. See? Queen of Pentacles. Generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home. Be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach. Very beautiful. See how beautiful قاعدة على عرشها. Okay. أنا شايفة ترقية لبعض منكم برج السرطان. ترقية ونجاح في العمل. Okay. And then 10 of Pentacles. Sorry, 10 of Cups. This is 10 of Cups. See the rainbow and all these cups and happy family. A happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. And you got 10 of cups twice, guys. See, you got 10 of cups twice. يعني في so many repetitive cards. أنا شايفة برج السرطان إن السنة هذه رح تنتهي على major transformation في حياتك. اوكي تغيير جذري في حياتك. Once again من حالة اجتماعية إلى حالة اجتماعية أخرى. اوكي abundance, growth. واو the eternal light of love. Eternal light of love. This is like Ace of Wands. This is actually هذه أكثر يعني من حتى الـ Ace of Wands هذه يعني look and you have Ace of Swords here وكل الأبراج لو شايفين الكارد very beautiful card يعني ضوء حابة أترجم الـ Eternal Light of Love يعني حب مضيء بلا نهاية Eternal يعني لا نهاية له أو ضوء الحب اللي أنت راح تعيش فيه أو أنت لا نهاية له مضيء مشع بضوء على الجميع أوكي هذا بيقول لي طبعا you got so many spiritual cards the hermit high priestess you know the hanged man queen of cups the judgment هذا بيقول لي ان يعني you got hermit twice cancer okay هذا بيقول لي ان في اضاءه روحانيه عميقه كبيره جدا لبرج السرطان انا مش راح اعمل love oracle لان بصراحه and this Success. Wow. I love it. This just flipped out, Cancer. نجاح. Okay? Cancer, this year gonna end on positive note for you. نهاية السنة, full moon in Cancer. يعني أنا شايفة كتير من برج السرطان رح تدمع عينيهم في آخر السنة. مع دخول السنة الجديدة في شيء رائع راح يتحقق في حياتك بقالك سنين طويلة you're manifesting this and it's finally happening for you Cancer I love you Cancer I wish you best of luck peace